طيب نروح لفريق مرتبط اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 اللي حقق الفوز على فريق طلائع جيش النهارده بنتيجه 27-26 في المباراه اللي كانت بتلعب على صاله النادي ضمن الجوله الثانيه من منافسات الدور الثاني لبطوله الدوري المرتبط للمحترفين. وبكده الزمالك اتصدر المجموعه الاولى، او فريق مرتبط اليد مواليد 2004 اتصدر المجموعه وكان فاز في الجوله الاولى على الشمس بنتيجه 25-24، والمباراه دي كانت يوم الاحد اللي فات في صاله نادي الشمس. طبعا مرتبط اليد هيلعب مباراه صعبه جدا بكره الساعه 2 الظهر مع فريق الجزيره بالجوله الثالثه في صاله النادي بميت عقبه. فريق مرتبط اليد 2004 بيقوده طبعا كابتن محمد عبد الكريم كمدير فني بالتأكيد.